السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة جايبة لكم فكرة حلوة قوي هتعجبكم، وهي بجد حلوة جدا، وانا عملتها قبل كده، وكل اللي يشوف الاكسسوارات اللي انا لابساها عمرهم ما يتوقعوا ان هي من الورق. فالنهاردة ان شاء الله مش هنرمي الورق تاني، سواء مجلة، كتاب، جرايد، اللي عندكم متوفر. انا عندي طبعا الكتاب اهو زي ما انتم شايفينه كده، وعندي غيره، وعندي المفروض يبقى فيه خلة سنان. انا ايه جبت خلة الشيش طاووق دي فقسمتها بالطريقة دي زي ما انتم شايفينها، وعندي كمان مقوى الاظافر والمقص والمسطرة، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا الكتاب، هاخد منه الورقتين كده عشان انا عايزاهم ايه يبقوا تقال، وهقصهم بالطريقة ديت. هوريها لكم. بسم الله. وهاخد المسطرة طبعا هقيس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اتنين، 2 سنتي، وهعلم. ماشي، اهي ايا كان كده هعملها زي ايه المثلثات كده. كده وهعلم. زي ما انتوا شايفين كده انا علمت وسطرتها كده. من هنا بقى ايه اللي انا معلماه هقصه وهمشي على ايه على الخط اللي انا ايه مسطره. زي ما انتوا شايفين كده لازم تبقى بالطريقة دي، تبقى من فوق عريضة ومن تحت نازلة ازاي خفيفة جدا الشكل ده. هعمل التاني وهمشي على الايه على السطر، ويبقى مقاس واحد، مقاس بالظبط واحد، بحيث ان ايه يطلع معانا الخرزاية متساوية بشكل واحد. تمام كده اهي. همشي وهقطع ده كله طبعا. تعملي منه اسورة او تعملي منه عقد بيبقى شكله حلو جدا بجد، اول ما هتشوفيه في الاخر. وهنعمله كمان ايه فواصل، يعني الفواصل ما بين الخرزايه والتانيه هيبقى شكلها شيك جدا. خليكم بس معايا للفيديو للاخر، وان شاء الله باذن الله مش هتندموا اللي انتوا اتفرجتوا عليه. كده انا هوريكم بس عشان مش عايزه اطول عليكم بيتلف ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى ايه عندي خلة سنان او بقى بتاعت الشيش طاووق، هعملها ايه الناحيه دي عشان دي ملونه اكتر. هلف بقى كده. بسم الله. كده من العريضه وانزل على ايه على الصغيره الضيقه دي اهي كده بالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هلزقه كده والف عليها
بسم الله. اي كده، واسيبها ايه، وهسيبها تنشف زي ما انتوا شايفين كده. هلف واحدة تانية كده اهي، هتتلف كده يعني. هي سهلة قوي، بتلفيها كده على خلة السنان او العصاية اللي معاك ايا كان. بس خلينا كده سريعة ونشد عشان ما تبقاش ايه مرخرخة كده. انت هتستغربي لو ما كملتيش الفيديو، طبعا هتستغربي، وهيبقى شكلها ايه، في خرز من ورق، في اكسسوار من ورق، فلازم تتفرجي على الفيديو كله بحيث ان انت تشوفي في الاخر النتيجة هتبقى عاملة ازاي. ممكن كمان تعمليها لبنتك تفرح بيها، اولادنا الصغيرين ممكن يشتغلوا معانا ويعملوها معانا، يعملوا لنفسهم اي اكسسوارات ليهم. اهي هسيبها بقى تنشف، وهعمل الكمية دي كلها وهرجع لكم. رجعت لكم بعد ما خلصت الكمية، بقت بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وطبعا نشف من الغيرة. هنبتدي دلوقتي ندهنهم بالايه، المكون الاظافر، عشان هيديله لمعة كده وهيخليه يبقى شكله عامل زي الخرز بالظبط زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى شكله عامل ازاي. هسيبه بقى كده ينشف تاني هو كمان. بسم الله. كده هدهنه كويس جدا. هدهن بقى دول كده بالجملة. دي لزقت طبعا. بعد ما ينشف هرجع اوريكم منظره هيبقى عامل ازاي بالشكل النهائي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده الحبل اللي احنا بنعمل منه ده جامد، ده جامد جدا. ده انا بعمل بيه ايه، بعمل بيه المفارش والفوانيس والحاجات ديت، ونزلتها لكم قبل كده. فطبعا عشان انا ما عنديش بتاع الخرز، عشان كنت عامله خرز وبرضك نزلته اكسسوارات ديت، لازم الحبل اللي بيجي اللي عامل زي الاستيك كده. انا ما عنديش غير حته صغيره، فانا هوريكم بس الفكره بيه، وان شاء الله يا رب الفكره توصل لكم وتعجبكم. بعد ما نشف كده انا هحط واحده هلضمها كده، وهجيب الفواصل. انا عندي شويه يعني متبقي من عندي، وهاخد شويه كده كمان خرزايه كده، وواحدة فواصل الخرزية كمان من الورق كده، هلضمه كده بالشكل ده. هاخد بصوا كده، هاخد واحدة كمان فواصل. بسم الله الرحمن. اهو كده بقى بالشكل ده، هاخد فواصل لحد ما اخلص النهاية والخرزايه كمان. بتلضميها كده عادي اهي. فواصل اهي، ده اهي هاخد فواصل تاني. بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده اهي، هحط اخر حاجة بقى الفاصل ده كمان، وهربطها كده، هربطها معايا كده مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده
هقص العقدة دي الكبيرة دي، وممكن تدخلها كمان ما بين الخرزات كده ما بينها عشان ما تتفكش. اهي تدخلها جوه الخرزات نفسها. كده لو مش حابة تقصيها اهي دخلت اهي، والتانية الناحية التانية دي 10 خرزايه. عشان هقطع دي بس. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بقى ايه شكل بقى كده قفل كده، هيبقى شكله جميل جدا. علقة بالشكل ده هيبقى شكلها جميل جدا وهتبقى شيك جدا. انا هاخدها كده بحلق كده اهو، وهدخلها ايه ما بين الحبل الاستيك ده اهو. بصوا اهي بقيت الاسوره بالشكل ده اهي، حلوه اهي، شكلها مش وحشه، شكلها جميل جدا والله. ممكن تعملي بيها بقى العقد زي ما انت حابه، طريقتها حلوه وبسيطه جدا قوي، وتتسلي نفسك بقى وانت قاعده. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.